اصعب حاجه في ماتش الاهلي والوداد ان الاهلي اعتقد ان هو مش هينفع يلعب مباراه 10 ورا كوره. لازم الاهلي في مراحل كتير في اللقاء النهائي في دوري ابطال افريقيا يكون شويه بيوري الوداد العين الحمراء، شويه بيطارد المكسب، شويه بيطارد انه يسجل جول. ليه؟ لان على قد ما الاهلي صحيح كسب في ماتش الذهاب، لكن فكره انه استقبل هدفا في استاد القاهره ده بيخليه بشيء من الخيال، يعني هو على بعد هدف واحد من الخروج. الهدف الواحد ده هيخلي الوداد مش لازم يفتح خطوطه قوي، فبالتالي الاهلي مش هيقابل مباراه تقدر توصفها بسهوله مباراه هجمات مرتده، لان الوداد ممكن جدا يبقى بيلعب على ان هيجي الجون من فاول، هيجي الجون من عرضيه، هيجي الجون في الدقائق الاخيره. عشان كده الحل السليم انك ما تستناش الجول، بالذات وانت عارف ان عندك شويه مشاكل في الكرات العرضيه وشويه مشاكل في الكرات الثابته ظهرت في المباريات الماضيه. بالتالي انت في امس الاحتياج انك لازم زي ما اتفقنا تدخل الجيم وانت عندك وانت الاخر انياب هجوميه في ارض الملعب. ازاي يبقى عندك انياب هجوميه على ارض الوداد في المغرب؟ ده اللي هنتكلم عليه على سبوره في الجول. اصعب حاجه هتقابل الاهلي وهو بيعمل الاحتياج بتاعه ده ان الوداد هيكون فريق بيضغط بشراسه اكبر من اللي عملها في استاد القاهره، طبيعي بحكم ان هو في ملعبه. بالتالي الصعوبات اللي هتقابل الاهلي انه يحضر اللعب في ظل الرقابة المهمة على مفاتيح لعبه، وفي ظل كمان النقطة التانية اللي احنا بنتكلم فيها الضغط الشرس للاعبي الوداد. فتعالوا نبص كده سوا، هو الوداد كان بيعمل ايه في ارض الملعب مضايق الاهلي، وبالتالي الاهلي غالبا فكرته ممكن تروح لايه. النقطة الاصلية زي ما اتفقنا قلنا الاهلي بالزي الاحمر، فالاهلي هيبقى بيحاول زي ما بيعمل في المباريات الطبيعيه بتاعته ان الجناحين يبقوا فاتحين عرض الملعب بالشكل ده عشان يسيبوا مساحات للاثنين دول اللي هم حمدي فتحي واليو ديانج يزيدوا في المنطقه دي، فيبقى في شكل خماسي على رباعي دفاع المنافس. عشان الشكل ده يحصل فانت بتحتاج انك تتدرج بالكوره. التدرج بتاعك بيشمل ان واحد من ظهيرين الجنب بيكون بيتحرك والظهير التاني بيبتدي يفتح الملعب، السنتر باكين هما اكتر اتنين لعيبه بيمسكوا الكوره في النادي الاهلي، وبتبتدي تدور المعادله من هنا. لعيبه الاهلي لان دول بيزيدوا فبيسحبوا معاهم الخط بيبتدي يبقوا بيتحركوا على ان زي ما اتفقنا محمد هاني موجود في المساحه دي، او لو محمد هاني مش موجود في المساحه دي محمد هاني لما يخش العمق واحد دخل معاه زاويه التمرير بتتفتح لبيرسي تاو. فبالتالي ده الاسلوب اللي في العادي الاهلي بيستخدمه. لكن خلينا بقى ندرس منافس الاهلي بيعمل ايه. منافس الاهلي مبدئيا بيراقب مروان عطيه، فالنقطة الأصلية إنك لو عايز تطلع على مروان عطية زي كل مرة وتعتمد بس على إن مروان عطية لما يستلم الكورة هيقدر يسلمها لواحد من اللعيبة دول بناءً بقى على لعيبة الخصم عملوا إيه، ده مش هيكون حل وارد، لأن لعيبة الوداد أول حاجة بيعملوها بيراقبوا مفتاح اللعب بتاع الأهلي بالشكل ده. النقطة التانية إن لعيبة الوداد عندهم الراجل ده عنده قوة بدنية جامدة جدا العملودي، وبالتالي هو بيقدر يكون جزء من الريسك بتاع عملية الضغط بتاع فريق الوداد. الجزء الثالث ان لعيبة الوداد عشان تطبق الضغط العالي فانت لازم خطوطك كلها تكون عاملة ازاي؟ عاملة كده، لان في كرة القدم احنا متفقين ان كل حاجة في الكرة لازم تتعمل وهي كومباكت والمساحات تكون قريبة. فالاهلي في ماتش الذهاب وهو بيواجه الوداد وهما بيلعبوا كومباكت بس من غير ضغط، لان الوداد كان بيلعب من غير ضغط على الاهلي في مباراة استاد القاهرة، كان الوداد شكله كده. فالاهلي محتاج ان هو يوصل للمساحات دي، لان المساحه موجوده هنا اهو، المساحه مش موجوده هنا ولا هنا ولا هنا. فعشان يوصل للمساحه دي ابتدى يحاول يلعب تشيب باس في ظهر الدفاع. عشان يلعب تشيب باس هو محتاج يفضي واحد من اللعيبه. فالاهلي عمل ايه؟ ازاي الاهلي اتصرف مع فكره رقابه مروان عطيه؟ وده اللي اكيد برضه هيحصل في مباراه الاياب. يعني الحاجه اللي انت هتشوفها في الاول ان مروان عطيه هتلاقيه بيتحرك هنا مثلا على سبيل المثال، بياخد مكان الباك اليمين، الباك اليمين محمد هاني بياخد المساحه دي. انت بتحاول تعمل ايه؟ الخصم بيلعب عليك ان مساحاته تبقى قريبه، صح؟ فالخصم هو متكتل كده، فانت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تفتح مساحات الخصم، فعايز تفتح عرض الملعب، فاللي هيفتح لك عرض الملعب ظاهرين الجنب، وعشان تفتح عرض الملعب فالراجل ده يبتدي يجي معاك، فلما يجي معاك تبقى في مساحه هنا ان الباص ده يتعمل، الراجل ده راح معاك يبقى في مساحه هنا ان الباص ده يتعمل.
والراجل ده اتضغط عليه، يبقى في مساحه هنا ان الباص ده يتعمل. او ننقل بقى على الناحيه الثانيه وتلاقي مروان عطيه راح الناحيه دي، علي معلول هو اللي فتح عرض الملعب ودخل حسين الشحات في القلب، وابتدينا ندور على مين هيروح هنا عشان الباص يوصل هنا. طب الراجل راح ده يبقى جت هنا، طب الراجل راح كده، بقت في مساحه لكهربا ان هو يسقط. فابتدينا نبقى هي دي نوعيه التحرك. فبالتالي انت هتشوف كهربا بين الخطوط، هتشوف حسين الشحات في القلب، وهتشوف بيرسي تاو في القلب. لان الهدف هو اول حاجه ان هم يطلعوك بالكوره احسن من اليو ديانج وحمدي فتحي، اللي الاثنين كورتهم اقل بكتير من حسين الشحات وبيرسي تاو. والنقطه الثانيه عشان التشيب باص اللي بيعرف يعملها بيرسي تاو بقدمه العكسيه وحسين الشحات بقدمه العكسيه. التارجت ايه؟ التارجت ان الوداد يعمل كده، يخاف من الكرات التشيب باص اللي انت بتعملها، فيضطر الخط الخلفي يرجع. لو خط الهجوم ما رجعش يبقى انت عندك مساحه هنا تتكتل فيها. لو خط الوسط رجع زي ما هو مطلوب يبقى ساعتها انت بقى على الاقل غير مضغوط، فقادر انك تسير المباراه من الخط الخلفي بهدوء اعصاب اكبر. فبالتالي النقطه الاصليه اللي انت هتحاول تشتغل عليها انك تفتح عرض الملعب بامان. فلازم مروان عطيه يكون موجود في الاول، في او حمدي فتحي او اليو ديانج ايا كان اللي هيقوم بالدور الرقم 6 الصريح ده يلعب الدور ده، وهو اللي يخلي واحد من ظاهرين الجنب يزيده، فبالتالي تبقى الكوره في بالشكل ده احسن. النقطة الثانية ان الوداد، ودي النقطة اللي مهم جدا الاهلي يلتزم بيها، وهي كانت عيب في ماتش الذهاب بس انا متاكد انها مش هتحصل في ماتش الاياب، وهي المساحة الكبيرة قوي اللي ظهرت من خط الدفاع وخط الوسط بتاع الاهلي حتى بتصريحات مارسيل كولر. ليه؟ لان كان الاهلي مستعجل قوي على الفوز. فبما ان الاهلي مستعجل قوي على الفوز فهو طول الوقت لعبته وشها لقدامه بتطلع تجري. حمدي فتحي واليو ديانج نسيوا خالص الادوار بتاعتهم، لدرجة ان او كانوا مهتمين قوي بالدور الهجومي على حساب الدور الدفاعي، لدرجه ان لما اتقطعت الكوره في الكوره اللي اتقلبت هجمه على الاهلي سجل منها الوداد جون، لو جبتوا اللقطه هتلاقوا ان حمدي فتحي ومروان عطيه الاثنين كانوا موجودين هنا. فانت بتتكلم على ان طب كان ايه الاحتياج؟ انت كنت كسبان 2-0، ليه متسربع على ان لعيبتك تبقى موجوده في الاماكن الهجوميه؟ ليه لعيبتك مش طالعه مع بعض بالكوره بشكل متدرج؟ لانك متسربع تسجل الثالث. المشكله ان ده خلى عندك ريسك انك استقبلت الهدف وخسرت الريسك. انت بتلعب 2-0 فبتهاجم، فالريسك او الميزه بتاعت الريسك انك تجيب الثالث، الخساره بتاعت الريسك ان يخش فيك جون، دخل فيك جون. لما دخل فيك جون اصبح من الصعب انك تلعب على ال 1-0. صعب انك تلعب انك ما تتغلبش 1-0 وتخلص الماتش 0-0، مش امان. في ظل ان هم مميزين قوي في الكرات الثابته والكرات العرضيه وانت ضعيف فيها. وهم على ارضهم. فبالتالي لا، انت محتاج تلعب كوره معاهم. والمشكلة الرئيسية ان حمدي فتحي واليو ديانج كورتهم اقل شوية من ان هم يلعبوا كورة مع لعيبة الوداد، بمعنى ان هم مميزين قوي في الدفاع وقطع الكورة، مميزين قوي بالالتحامات لان هم عندهم قوة جسمانية رهيبة. انما انك توقفهم هنا وتقول لهم امسكوا الكورة واستقبلها صح وسلمها صح وطلعها بيمينك لشماله او طلعها بشمالك ليمينه ليمين زميلك على حسب التحكم بتاع جسمك والحركة بتاعت جسمك، دي حاجة شوية حمدي فتحي لسه قليل فيها وشوية اليو ديانج لسه قليل فيهم، عشان كده بتتقطع منهم الكرات كتير أحيانا في تحضير الأهلي للعب. فهي دي المعضلة الرئيسية. عشان كده أنت عشان تقتل القصة بتاعت بين الخطوط أنت محتاج تلعب جيم دفاعي، بس جيم دفاعي زي ما اتفقنا مع الرؤية الهجومية اللي احنا شرحناها. فبالتالي أنت لازم لعبتك أول حاجة ما تبقاش مصربعة قوي إن هي تروح، وواقفين هنا عشان لما الكرة ترتد من سامبو المهاجم بتاع الوداد ما ترجعش تلاقي مساحات واسعة زي ما حصل. جناحين حسين الشحات وبيرسي تاو لازم هم كمان يكون عندهم نفس النزعة الدفاعية اللي تخليهم واقفين هنا. أنا عارف إن ده سهل في الكلام إنك تقول للجناحين أنتوا هتعملوا أدوار دفاعية كبيرة، بس هو صعوبته إن إزاي اللعيبة دي تعمل أدوار دفاعية كبيرة ومعاها أدوار هجومية كبيرة. عشان كده أنت لو عايز تعمل كده لازم تاخد ريسك. إيه هو الريسك؟ إنك تقدم خطك الخلفي. وللاسف الاهلي بيخاف احيان كتير يقدم خطه الخلفي. يعني ده الشكل اللي يخلي الاهلي امان مسيطر وقوي. بس انت هتبقى مرعوب من المساحات دي. فاول ما الكوره بترجع بتيجي لريحي عطيه الله ولا العملودي ولا اي حد من اللعيبه، ولا ريحي جبران ولا اي حد من اللعيبه الجامده، اوتوماتيكلي الخط بيعمل كده. ودي كانت مشكله الاهلي في ماتشاته الكبيره في كاس العالم للانديه بالمناسبه اللي هو ريال مدريد وفلامينجو. لانه عشان كده ياسر بيلعب على محمود متولي، برغم ان محمود متولي كورته احسن كتير، بس هو ياسر بيلعب ليه؟ علشان خاطر هو ياسر قوي وبالتالي السرعه بتاعته في الارتداد احسن بكتير، فالريسك بتاع المساحات الواسعه اللي ورايا دي ياسر يعرف يملاه.
والريسك بتاع ان في ان الراجل ده نزل هنا وفي واحد لازم يضغط عليه بعيد ياسر يعرف يعمله، محمود ما يعرفش، فعشان كده مارشال كل الراح لياسر اكتر من محمود. بس هي الفكره في ان هل تقدر تعمل الماتش ده؟ هيبقى ماتش عظيم. ما قدرتش تعمل، لان الماتش ده عشان يتعمل انت محتاج ان لعيبتك دي تبقى قويه في مسك الكوره، او لعيبتك دي قويه جدا في الدفاع، ولعيبتك دي قويه جدا في الضغط على ان يحيى عطيه الله ده ما تجلوش الكره يرفع العرضيه ولا الطوليه، ما تجلوش. ولازم نبقى مستوعبين ان السنتر باكين الكرات الطوليه بتاعتهم اقل خطوره من الظاهرين، فبالتالي الضغط لازم اولويته ان انا افصل الناس دي عن بعض، انا مش هضغط عالي بس انا لازم افصل الناس دي عن الظاهرين، لازم الناس دي ما تجيلهاش كوره، الناس دي لو جات لها كوره هتبقى خطيره جدا في الكرات الطوليه هتبوظ الجيم ده. فالاهلي لازم يعمل كده، ولازم لما يبني اللعب زي ما اتفقنا يفتح الملعب بالشكل بتاع مروان عطيه يامن هاني او العكس، بحيث ان هو يعرف يطلع بالكوره ويوصل للشكل بتاع الخماسي في المساحات اللي في ظهر الوداد، فيزق الوداد لتحت، فلما يزق الوداد لتحت على الاقل هو هيبقى هادي هنا، فيبقى هنا العدد بتاع اللعيبه اللي عليه اقل بكتير من التعامل. ده الحاجات اللي احنا شفناها من مباراه الذهاب ونقدر نفكر فيها ونطبقها في مباراه الاياب، واستنونا على في الجول اكيد بعد المباراه وفيديو جديد من سبوره في الجول.